الله. الحقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصيام. لماذا هي نعمة؟ لأننا إذا استحضرنا الآن سكان الكرة الأرضية يتجاوز 6 ملايين، يعني راه 8 ملايين، ومن أصل 8 ملايين هؤلاء جميعا يوجد حوالي 2 مليار من المسلمين الذين يصومون عبادة لله عز وجل. عندما يجد الإنسان نفسه يؤدي عبادة يتميز فيها عن نسبة كبيرة من سكان الكرة الأرضية، هذا التوفيق رباني، لأنه إذا ولد الإنسان في مجتمع وفي أرض مسلمة هذا مما يساعده كثيرا على أن يجد الطريق معبدا وممهدا أن يصوم وأن يقوم بسائر العبادات الأخرى. أسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يهدي باقي البشر والخلق إلى عبادة الصيام، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم.